مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة. لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك للفيديو. بعد أن فعل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 الذي تم بموجبه تجنيد البرلمان وتجنيد أعمال جميع النواب ومنع السفر على العديد من نواب مجلس الشعب ورجال الأعمال وعلى غرارهم نبيل القروي، إلا أن نبيل القروي قد غادر التراب التونسي قبل يوم 25 لا فرنسا، وفي محاولة لزوجته سلمى السماوي اليوم اللحاق به لا فرنسا يتم منعها في مطار تونس قرطاج من عبور الحدود. ووضعت أيضا في قائمة الممنوعين من السفر إلى أن يظهر زوجها ويستظهر بأموال الشعب التونسي رغم محاولتها الكبيرة للمرور، لكن أمن المطار تشبث بتطبيق التعليمات. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم وإلى اللقاء.